عليكم، صباح الخير عليكم نسل عزاز، كيف راكم؟ اش اخباركم؟ اش كيش عاودوا؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا رب العالمين. مرحبا بكم في فيديو جديد معنا اليوم. ان شاء الله اليوم نشارك معكم النهار ديالنا، الفلوق ديالنا. صراحة فقت مع صباح قلت له شوفي هذا النهار يعني بحال العيد الكبير، بحال غادي نقول نفس الحاجة. والله العظيم اليوم ما شاء الله عندنا الذبيحة اللي داير الوالدي ديالي الرؤيا. ايوا الرؤيا مسكينة ما سايقة الخبر، لكن حاولي لا حتى شي حاجة. مصح حنا كنسمعو كيدير حيت حطيناه في الكراج، ما شاء الله تبارك الرحمن. عندنا شنقول لكم، ما شاء الله ما شاء الله، حاولي زوين بزاف وواعر واعر صح، عجبني بزاف. والوالدين ديالي هما مساكن فرحوا ليا برويا. ايش نقول لكم، الله يطول في عمرهم يا رب العالمين. هادشي اللي كاين. المهم دابا غادي نفطروا، نشارك معكم ميم الفطور ديالنا. من بعد الفطور ان شاء الله غادي نمشي نجهز راسي، حيت اصلا التوقيت ديال الرويا من دابا نص ساعه غادي تفيق، نرضعها وديريكت نلبسها ونطلع الفوق هكا باش ناخذ التصويرات مع الحولي. الوليدات ناعسين، حكيم اليوم خدام العشيه ان شاء الله غادي يكون هنايا، غادي يشوف معنا حتى هو الاجواء كي غتكون. ايوا كاين الوالدو علي الوليده والدراري الصغار، العطله اليوم ما كاينش، اليوم السبت. ايوا هادشي اللي كاين الناس. يلا خليكم معايا، دوز معنا النهار ديالنا على طبيعته، وان شاء الله نتمنى الامور كامله تدوز بخير وعلى خير، ونشارك معكم اجواء كيف ما هي. علي علي بابا مضربين مع الحوي، ردوا البال. انا رجعت لكم. المهم هنايا وجدت راسي هكا خفيفه ظريف، عكرت فمي صافي. صراحة في درتي شي حاجه وصرت الوالد كل شويه يلا يلا، حيت السيد اللي غادي يذبح زرباب اللي غادي يعاون الوالد. هنايا لبست هاد القميص اللي بقيتو تعقلوا البنات، شوفوا ما شاء الله فن 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 غزال. ها انتم صافي بعدا باش نشوف شنو ضربه معاه السنيده ديال الوالد. هادشي اللي كاين البلاش. يلا المهم فينا و... هاي ماما ها اجي نقول السلام للناس. اش اش السلام عليكم. السلام عليكم، كي دايره؟ كلشي مزيان، صباحات الخير، كلشي بخير. جات اسوغتي ها يا علي، صباحات الخير، كلشي بخير. انا شاني شش ناري علي، راه ما يمكنش شحال زوين. المهم شوفوا علي باللبيسه يا اختي الجديده، انا شاني انا شاني على الزين. واي 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 جاش معاها ماما شي اه جاتني. شوفوا رؤيا، المهم رؤيا لبسنا لها هي وباباها بحال بحال، شوفوا نفس اللون هي وباها. جيجيش هي وباها نفس اللون، وانا حيت قلت لكم البنات انا ضربت هاد القفيطه اللي جابت لي الوالده، كان جابت لي انا ورؤيا صافي، لبست غير انا هذا وقلت هي وباها ندير لها نفس الحاجه وصافي. هادشي اللي كان جاني على الزاز، نمشي الفوق ونقاد لي هادشي يتصور مع الحولي. يا لا عليك الغادي يطيح بها لا تعال لا يا رويا يا جن تيتي الله يخليك سميتو بابا وين عندي ديك لا اش غادي نصوي بقى ماما كلشي واجد هنايا كيرا تريت الصطيه ديالها سمع شاي بابا شحمه 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 هذا الشحمه ديال كباب كباب ها سنانه هذا الشيء كان اسمه نعمه المصارين صح؟ ايه هذه اللي هذه هذا قوقريت المكان ديال الحاوني ايه هذا نحن ما اش كان اسمه ما يسووه ما يشوفوا عندنا ما يسووه كيف قوق بحال الشاورما ايه ما بحال الشاورما قوقريت قوقريت كيلا في الطاقسي صح ماما اكلت؟ ماما كلاش ايه صح عجبها ماما لا تفتقسين قرك اي وقت رحنا لقلطة بورت ايوه تذكرت تذكرت
ذكرت انا وياك. نعيمه ما كتاكل؟ لا نعيمه لا ما عم تحب لانه اش كانت ما في دهون كثير. دمى اش ندير الشمس راه كسر حنا كنا نشتهوا. نعيمه لا نعيمه لانه في في دهون كثير ما حبيته للكوكرتش. لا حلو ماما قالت لك جا الشغل صعيب ياك ماما بعد الشركه راه عرفتي باش تصير باش نحط فيها بابا ويوسف اش كدير؟ كتبكي رويا؟ كتبكي؟ لا 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 ما شاء الله نعم أنا الموس الموس تبان هذا ما في شي كاش ما قدر قاشك ثاني رانش ماما انا نزلت صافي شوفوا يا سلام بدقة يا الكبير العزاز احنا نزلنا للدار وصافي انا مكلفة بالنظافة ديال الدار راكم عارفين وكنجري على القطة شوفوا القطة فينا يا داخل تحت طبلة عاود مشيش نشرت الحويجات هما انا عاودت رجعت ليكم وقلت لكم انا مكلفة غير بالدار وصراحة رويا فعلي كيمشي يعاون الوالدة ويعاون الوالد ينزل معاهم داكشي كامل راه نزلوا دابا الحولي للدار حيت غادي نديو عند الجزار باش يقطعوا لينا صافي هنيو راسنا بلا ما نبقاو حنا نبرصطوا راسنا ونعاود نقطعوا داكشي صراحة صعيب صافي هادشي اللي كاين الناس ما نتمنى ان شاء الله فرحنا تكون وصلاتكم اليوم صراحة الوالدين ديالي فرحوا برويا داروا لها الذبيحة من داكشي رفيع ما شاء الله الحولي تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله قالت لي جبنا على قبر رويا فرحنا بها راكم عارفين الحفيدة كتبغي الكذب بزاف قالت لي ماما هذا ديال رويا اختاريتو احسن واحد ندير اليوم القطبان القطبان الوالد غيمشي مسكين يخدم فبحال واش يكون معنا ان شاء الله ضروري يكون معنا الوالد ما تصحش الوالد صافي هادشي اللي كاين وعلي شاف اجواء ديال اول مره يشوف واقيلا هاد الاجواء ديال العيد عندنا انا بحال العيد شوف انا مصلح كنقول لهم شوفوا العيد هذا العيد هذا عشان لدرجه كيجيني هاد الاجواء اللي طايله اليوم بحال ديال العيد ما كاينش نهائيا فرق قلت لعلي كل مره كنقول له العيد العيد كيجاك العيد كيجاك العيد وهذه الذبيحه ديال بنتي رويا الله يحفظها ليا بسلامة ما شاء الله راه كملت دابا 10 شهور ما بقى لي والو ان شاء الله طلع في عام ايوا الحمد لله اش غنقول لكم الله يحفظ الله يحفظها ويحفظ وليداتكم كاملين يا ربي ايوا هادشي اللي كان شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم على الكومونتات ديالكم الزوينين مالك عاد اي والله ضروري حنا عيد سياق دابا اليوم غنسخش الطماطم مع المرا ضروري ومن هنا تحيد ديك الريحه ديال ايوا هاي كمان صح الحال الحال الصراحه ما بقاش عند الدار ولا شي حاجه جابوا باح بالليل وخلينا في الكراج وصمع قال لنا السيد ما تعطوه ليا كل حتى شي حاجه عطينا غير الماء واليوم ذبحنا على الصباح وصافي هادشي اللي كنحاولوا نديرو السلام شي حويجات شوف علي كيعاون وليده ها انتم الله يحفظ الرضا خصب ها خصب علي ها فوالا قالت لي ماما باش يجيو مقادين ولدي وعلي علي عزيز عليه هادشي ها ياك عالي لا تسالي والله ما شاء الله اللي قلتي شي حاجه كيدير ديركت
هاي 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 إذا كتشكر في مصيبة. هذا مع شكون اسمه مع يلا نفس مع يا شوف ماما فين دايره الطبع نشوفو على التركي صوتنا التركي ممنوع ندير الدخاخ هو ما ديال البوليس ياك ممنوع ماما انا اش كيدايره ماما الكبده تبارك الله الكبده زوينه اه ان شاء الله ديال الكبده باش كبيره باش تعطي شوف ما شاء الله زوينه ندير كلشي ندير نهارات الشفتي كاين حاجه سبحان الله العظيم تبارك الله على السي علي اسكي دار داك مقلدي عليكم الله يبارك فيك الواليد شوف هذا الخدمه ما بيعرف الشغل كامل ما قال كان ما بيعرف ها المشكل ما يا سلام ويت انت كتعاون ضروري نعاونو الواليد عالي ها ضروري نعاونو تبارك الله عليكم يلا انا خليتكم على خير شوفوا الدار كامله عامره بالدخاخ ماشي كيتبان كتبان بحال كاميرا مضبه ممكن نقل الناس هنايا الصون ديجا نقيش البارح راه نقينا الزرابي نقينا كلشي راكم عارفين ديما ملي كيكون شي فرح ولا شي حاجه ديما الدار تكون نقيه ايوا خلاص هنايا راه شوفوا تبارك الله حتى نقيت مزيان ضرب جافيد شي من داكشي وانا السي ابراهيم نهاري عاد يمسط صاحبي حتى بزاف شوفوا هنايا خبط من هاد السبب طلع حط حاشاكم هنايا غنرجعو لبلاصتهم دابا شوية طلقنا عاوتاني الشكاكة باش نتصورو مع مع العائلة عليك كيضحك علينا انت تصور بحال هكاك لا ترى غير شي تلبس خصك تلبس ديك الفوقية والله انا واخا صراحة ما لبستش زعما لبست غير هاد الكسيوة هكا حيت الاخرى فريمون ثقيلة عليا وخفت تطيحني وباغا نعاون الوالدة سيقت لها الدار وداكشي فما تجيش معايا تلبس فوقية ولا لبس فوقية انت لبسها ولا ملبسها البيضة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من اعلانا واصلحنا وارحم من سبقنا بالايمان وارحم جميع المسلمين يا ارحم الراحمين رب العالمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وطاعتنا وسجودنا يا ارحم الراحمين رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن اعطيت وصلنا ما شاء الله قضيت فانك لا تقضي ولا يقضى عليك ولا يدل من هذه التبارك ربنا وان الله مقسم خشيه النافع فيما بيننا وبين الاحسان يا فاتح الولي ومحب الجنة اللهم ارحمهم وارحمهم الوالدين خلاص لنا قرآن الله يسامحهم وجزي البركة دستي ربي الصدقة آمين دستي ربي الصدقة رحمتهم دستي ربي السلام البلاء يا رب الحرمات الأقصر يا رب تسامح جميع المسلمين والمسلمات يا رب الرحمن الرحيم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون معكم داك الشيء قسم الله انتما الحمد لله المهم الوالد غادي الخدمة ها باقي تبارك الله ايوا تشيك يعني يلاه شهية طيبة المهم شوفوا الوالدة شنو وجدت لينا تبارك الله تبارك الله تبارك الله ايوا الوالدة نعم ماما كول كول دعينا الكاميرا على هو خرج عوينات الثانية اهم حاجة ان نري نعسات غناكل على راحتي شوفوا البنات عطي راه نفخنا بالقطبان ما شاء الله المهم ناس العزاز المهم انا يصوب القهوه بالعطريه هاني اللي مولفينا ها دير مع العطريه زوينه صح خصني نديها معايا ملي نكون غاده ان شاء الله نديها معايا المهم غير انا وعلي وماما اللي غادي نشرب واحد ويد ما كاينش وحكيم حتى هو يلا كيتغدى ما تغداش معنا كاع وحطيتني شويه ديال الحلويات انتما حطيتي التشكيلات شتو فنان الناس وحطيتي التشكيل عاود ها انتما
معفن صافي هادشي اللي كاين البنات الحمد لله. ندوز معكم النهار ندوز معنا النهار ديالنا على طبيعته. حنايا خارجين نمشيو ندور شي شويه وراكم عارفين الريره عودناها تخرج كل نهار فهاد الوقت خصها تخرج البنات. هانتوما خويا نخرج تي كتسنى يلاه فيكم يلاه فين يسرى ماما انا ثاني على الزين ديالي غزال الله الزين ماكي اش خاصك الجمال كاين ايوا التواضع كاين بالقلب انا كندوي على القلب على القلب مزيان والمشكله انت زوينه قلبا ووجها وين نجي ناخذ عند السيد تمر انتوما هذا هذا الثمن هذا راه ديال 150 حنا خدينا ديال 100 شوفوا ديال 100 هما شوف فني انتوما زوينين وكل حاجه وثمنها انتوما شوفوا هذا هذا شحال كتي 150 هذا فني شوف ايوا خلاص خدينا داكشي اللي قسم الله السيد ديما كنتقداو عنده هذا الشيء اللي كاين لا صافي الله يرحم لك الوالدين اخويا شكرا هنايا جينا للبيم خلينا الزيت اللي تحتاج الوالده وخديت هاد الحشاك من البلاستيك ديال الطوبير لا ما كاينش يا ماما انتما خديت هادي خديت منهم شي 16 حبه بحال ما هكاك والسين تاعك هادي في الطوري بحال ما صافي هادشي هنا كاين كلشي انتما اللي حبات خاطركم كاينه ها المهم انا شوف هادشي شوف هذا الفني نتا هما الشم زوين كاين هادو عجبوني بزاف الصرغينه نقدر ناخذ حتى هادو ناخذ جوج نديرو العوايد وصافي هادشي اللي كاين الفني ياك على عجبك هما كيطحنوا لنا نعيمه ها ما كيطحنوا ياك نجيبو نجيبو صافي الله يرحم لك الوالدين صافي ماما ما كنت ما بغيتش واش ما نسيتش لا انا ما نحبش انا ما نقدرش ما نقدرش لا لا ما نقدرش لا ما نقدرش لا ما نقدرش لا شدي صنتي شدي انت ما يهربش انا يدير والو شوف شوف شحال زوين لا راه يهرب لا طاح لك في الغريبه عندك شدي يا يسرى ريا ما ديدي ماما يجي ما شي شد شد فار بابا هاير 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 فنين هذا شوف عاد في ريا بقى تحل فيهم هاد شوفوا ماما هنا شنو كاين ردي البالك الرصه ماما هادي شي حاجه زوينه شوف هاد السيد عندك شي زوين شوفوا فنين هادو شحال دايرين سميت درهم فني لالا شوف تبارك الله ها ما شاء الله فني شوفوا عنده كل شيء هذا هو قليل هذا ياك ما كنشوفوش بزاف هذا النوع قليل فني فني غزال الله يسخر الارنب زوين شحال فن شوف ريا عاجبه الحال ريا ريا جوجو المهم البنات جينا هنايا حدا الدار شوفوا هنايا اللحم جبناه معنا جابو عالي والويده بصح الويده ما خليناهاش تهز حيت اصلا هي عيانه فقطعنا اللحم عند الجزار وكلشي نقاه لينا وكلشي دابا خصنا نفرق هادشي في الميكات صافي هادشي كاين حيدو ما حيدو صافي وعند الويده باقي الميكه الثالثه راه باقي الميكه عند الويده تطلعوا داكشي المهم روي راه نعسات ليه مسكينه شوفوا نعسات فغنطلع ديريكت في البوسيت كيف ما هي صافي واخا شكرا الله يرحم لك الوالدين عالي مسكين داير معاك جديدهم عزيز عليك ياك يا ماما بحال بنتي ياك كتهلا ليه بنتي يلا دخلنا للدار وجبنا اللحم معنا جبنا التقديه اللي غتخصنا وداكشي كامل اي والله يكمل كلشي بخير وعلى خير والدعوات ديالكم تحت في الكومونتيرات شوفوا هنايا الوالده وعلاش كيديروا كيقطعوا في ما خلصناش دابا والله هو اللي كيعاونني ايه الله يخليكم بعضياتكم ايوا علي عاونا في القطبان هو تبارك الله كيعرفوا القطبان تبارك الله ايوا شتي كاين البنات يلا خليتكم على خير ما نطولش عليكم الفيديو حتى النهار الجاي ان شاء الله حتى الفيديو الجاي البلوك الجاي ان شاء الله نتلاقاو وما تنساوش الدعوه ديالكم من تحت في الكومونتير